من الاخبار المهمه في النادي الاهلي، وبعد كده ننقل على اخبار نادي الزمالك. من اهم الاخبار اللي موجوده معانا في النادي الاهلي ان كابتن محمود الخطيب مجلس اداره النادي الاهلي متمسكين بشده بالدكتور احمد ابو عبله. كان بعض الاشاعات بعض الاقاويل الفتره اللي فاتت اتكلمت وقالت ان قد يجوز ان في فتره التوقف ديت تحصل بعض الاضافات لبعض العناصر للجهاز الطبي للنادي الاهلي، الجهاز الطبي للنادي الاهلي، انتقادات بقى بسبب الخلفيات المستمره، انتقادات بقى بسبب مستشفى النادي الاهلي اللي باستمرار، انتقادات بقى ان اللعيبه بتقعد فتره طويله في الاصابات، ده بيكلف النادي الاهلي كتير. انما كعاده النادي الاهلي بيضرب برضو المثال في الهدوء وفي الاستقرار، وبيعلن صراحة أنه لن يتم إضافة أي عنصر في الجهاز الطبي. شوف احنا بنتكلم في ايه؟ في الجهاز الايه؟ الطبي. عشان لما طلعت أنا اتكلمت بعد مباراة الترجي هناك ورفعنا سماعة التليفون على الناس المحترمين وقلنا يا جماعة الخير ما تجوش جنب الجهاز، لا فني ولا اداري ولا طبي، لا بالاضافة ولا بالحذف. قلنا والله الكلام ده، قلنا والله، وحافظوا على المجموعة كده، وحافظوا على باتشيكو، وحافظوا على الجهاز، وحافظوا على اللعيبة، وتبقى ممكن بعض القرارات كده في اللعيبة. وقلنا الكلام دوت معاكم على فكرة، يعني الكلام دوت ما كانش اراء بس، ماشي. يعني النادي الاهلي يعني طبعا انا بقول كده لان الشيء بالشيء ايه يذكر، يعني على نفس القياس الناس هنا بتحافظ على الجهاز الطبي حتى، يعني الجهاز هنا الايه الطبي حتى. قال لك لن يتم ضم اي طبيب للفريق او اجراء اي تعديل على الجهاز، هناك ثقه كامله في قدراتهم والامور بتسير بشكل ايه؟ بشكل جيد. ماشي. النادي الاهلي بيضرب مثل في الاستقرار والهدوء على كل المستويات، على كل على كل المستويات، على على كل الاصعده. لا يبالي بالانتقادات الموجهه لموسيماني، لا يبالي بالانتقادات الموجهه لاحمد ابو عبله، لا يبالي بالانتقادات اللي كانت موجهه للكابتن سيد عبد الحفيظ ما بين الموسمين اللي فاتوا النهارده، وكم الاسهم، كم الخناجر، كم الطعنات اللي النادي الاهلي اللي سيد عبد الحفيظ كان بياخدها في سبيل تغيير لم تؤتي ثمارها. والنادي الاهلي دائما وابدا عمال يضرب مثل لأندية مصر كلها كيف تكون الإدارة الهادئة المستقرة اللي في نهايتها بتتحقق البطولة. رسالة لكل أندية مصر بقى في اللي بيعمله النادي الأهلي. طيب مستر موسيماني في أجازة، تمام. طيب بعد الأجازة هيرجع القاهرة الدنيا فيها إيه؟ بعد الاجازه هيرجع القاهره الدنيا فيها ايه؟ انا مش فاهم في ايه بصراحه. بعد الاجازه هيرجع القاهره في انتظار مجموعه من الملفات المهمه قوي اللي من المنتظر ان هو يقعد مع الكابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط في النادي الاهلي علشان يحسموا تلك الملفات. من اهم الملفات الشائكه جدا المنتظره رأي موسيماني لما يرجع صفقات الصيف، ايه يا عم؟ عايزين نبتدي نشتغل عليها من دلوقتي، ده ان لم يكن اصلا الناس شغال عليها من فترة طويلة جدا. اوكي. طيب ايه هي بقى المراكز الصلاة على النبي كده اللي النادي الاهلي محتاجها، محتاج ان يحصل فيها تدعيم في الصيف القادم، وانت مغمض باك يمين جنب هاني، وانت مغمض، تمام. لؤي بيقول لي باك شمال، انا بقى معترض على باك شمال. دي باك شمال مكان مين؟ ما انت عندك علي معلول رقم واحد، وعندك محمود وحيد رقم اتنين. عاوز ايه؟ ليه تالت؟ ليه؟ انا وجهة نظري انا الشخصية طبعا، يعني كل واحد بيتكلم ايه من وجهة نظره الشخصية من قناعاته. انا وجهة نظري الاتنين دول زي الفل،
وبيبقى معاهم ايمن اشرف ممكن يسد في حاله الزناقات الايه الجامده جدا. هات لي حته قماشه صغيره تمام. فدي من اول الايه من اول الحاجات الايه المهمه جدا اللي منتظره موسم. انا قلت مهاجم، قلت ديفندر، قلت باك يمين. بعض الناس بتتكلم وبتقول باك ليفت، يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان الاهلي مش محتاج باك ليفت، يعني مش ضروري قوي يعني. وبعدين هما فين يعني الباكات ليفت اللي مطاطين قوي؟ ده انت عندك علولو، مين هيلعب على علولو؟ قولوا لي كده يعني. اسرع ديليفري في مصر علي معلول اللي عن معايا خبر حلو قوي كده تمام برضو يخصه يعني، ويخص جمهور النادي الاهلي هيفرحوا بيه جدا جدا جدا. ما حدش هيلعب عليه. بعدين هو راجل بيشتغل ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه بشكل ايه بشكل كويس. فدي اول حاجه ينتظرها الموس موسيماني لما هيقعد فيها مع لجنه التخطيط بالنادي الاهلي. الملف الثاني اللي هو برضه هيبقى مهم جدا ملف المعارين، مين يرجع؟ مين يرجع؟ اعتقد يعني وخدوها مني انا، يعني اعتقد وخدوها ايه مني انا تمام؟ لحظه واحده. اعتقد وخدوها مننا ان اول الراجعين من الاعارات، يا سلام يا عز جبر لو انا بنطق اسم حضرتك صح كده، يا سلام. اول وانا بتكلم عمار طبعا ده اول واحد. لا 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 هجان الهجان الهجان عزه طلعت اجدع منك فعلا. عمار حمدي خدوها مننا اول استاذ عز جبر اهلا وسهلا بحضرتك. اول الراجعين من الاعارات ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه تفرح الولد، حاجه تفرح القلب الحزين عمر حمدي. اعتقد اللي وراها على طول بعد كمان انضمام المنتخب احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان بطل قله ادب، بطلوا قله ادب بقى يعني، مش عاوزين ماشي، مش هنرد على الناس دي، خلونا في اللي ايه ماشي ماشي اوكي. المهم يعني بعض ال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. احمد ياسر ريان وجهه نظري انا بقى الشخصيه كوره برضه نتكلم، يفضل سنه كمان بره، كمان سنه بره يعني ما يرجعش الموسم الجاي ده النادي الاهلي، لا يفضل كمان الموسم اللي جاي ده في برضه في فرقة الجونة زي ما هو موجود كده، واللي هو فين دلوقتي يا احمد ياسر ريان تمام. يشتغل يلعب بشكل اساسي، هيرجع هيبقى زي مصطفى محمد في الزمالك كده بالظبط. خدوا مني يعني، خد مني وجهة النظر دي تمام. يتقل كمان سنة في سيراميكا، اسف في سيراميكا بالظبط كده في سيراميكا اوكي. يقعد له سنة كمان يبقى استوى قوي، يرجع النادي الاهلي محدش هيقعده، محدش هيقعده، وهيبقى مهاجم منتخب مصر الايه القادم. انما لو استعجلوا عليه اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي ورجعوه السنه الجايه، ممكن برضه تبقى برضه ايه شويه ايه يعني عدم ثبات في انه يلعب فتره طويله. النادي الاهلي في مشكله في الاهلي والزمالك، مشكله كبيره اللي هي ايه؟ مفيش صبر، محدش عنده صبر. يعني لا إدارة عندها صبر، ولا مدير فني عنده صبر، ولا الجمهور عنده صبر. فرقة بتلعب على بطولة، الدرون في ماتش يطلعك، تعادل في ماتش يطلعك، شكرا شكرا يعني، يطلعك من بطولات مش يعني. فهو فالنادي الأهلي لن يتحمل إيه؟ لن يتحمل حاجة زي كده. ده الملف التاني. الملف التالت لن يقل أهمية بأي شكل من الأشكال عن الملفين الأولانيين، اللي هو ملف الاستقدامات وملف المعارين تمام، والملف الثالث ملف الراحلين. ملف الراحلين مين بقى اللي هيرحلوا عن النادي الأهلي؟ ثلاث ملفات دول هيبقوا ملفات مهمة جدا، منتظرين موسيماني إنه لما يرجع يدي طبعا إيه رأيه مع لجنة التخطيط في النادي. اوكي.